صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنت نصرانيا ثم أسلمت، وقبل 5 سنوات أسلم ابن أختي ولكنه ولد زنا، والسؤال: ما هي العلاقة بيننا حسب الشريعة، وهل أعتبر عمه؟ نعم، أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: كنت نصرانيا ثم أسلمت، وقبل 5 سنوات أسلم ابن أختي ولكنه ولد زنا، والسؤال: ما هي العلاقة بيننا حسب الشريعة، وهل أنا أعتبر عمه؟ خاله، يعني ابن أختك تكون خالة، ما هو أنت بعمه. نعم، تكون إنك خاله من النسب، يعني ولد أختك. والحمد لله، إذا كان أسلم لا يضر أنه ولد زنا، إذا أسلم لا يضر أنه ولد زنا، العبرة بعمله. نعم.